أهلا بكم من جديد. ناشد المجلس الوطني الكردي في سوريا عبر بيان رسمي المنظمات الدولية الحقوقية أن تتدخل من أجل وقف ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي بحق قياديه وأحزابه عبر سلسلة طويلة من الممارسات القمعية التي وصفها المجلس في تصعيد شديد اللهجة بالممارسات الإرهابية. نذهب للتفاصيل. في تصعيد ليس الأول من نوعه لكنه الأشد هذه المرة، ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي البيادي يجب أن تندرج على لائحة الإرهاب. هذا ما أعلنه المجلس الوطني الكردي في سوريا عبر بيان رسمي من مقره في مدينة القامشلي. المجلس الوطني الكردي ناشد الهيئات والمنظمات الدولية المناصرة للحرية والديمقراطية أن تتدخل من أجل وقف ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي البيادي، والتي أشار المجلس إلى أنها تهدف إلى شل الحياة السياسية عبر تثبيت دعائم الحزب الواحد والفكر الشمولي في المنطقة. وقال المجلس الكردي المنضوي سياسيا تحت سقف الائتلاف في بيان تلقت أورينت نيوز نسخة منه إن الممارسات الجائرة التي ينتهجها البيادي حيال قياداته وأحزابه عبر سلسلة طويلة من الأعمال الإرهابية كما وصفها تستهدف بالدرجة الأولى المشروع القومي للمجلس في سوريا، مؤكدا إن انتهاج البيادي لسياسة القمع والتهجير وتكميم الأفواه ليس إلا دليلا قاطعا على فشله السياسي على الصعيدين الداخلي والخارجي. البيان أضاف أيضا أن المجلس الوطني الكردي في الوقت الذي يدين ويرفض هذه الأعمال والممارسات الإرهابية الجبانة والتي تساهم في زعزعة السلم الأهلي والمجتمعي في الشارع الكردي، فإنه يحمل البيادي مسؤولية هذه الأعمال التي تندرج في خانة الإرهاب. وختم المجلس الوطني الكردي بيانه بدعوة البيادي للإفراج الفوري عن جميع المختطفين والرهائن السياسيين دون استثناء، مشيرا إلى أبرز قياديه وفي مقدمتهم عبد الرحمن أبو ومحسن طاهر، إضافة إلى نشطاء الرأي والصحفيين آلان أحمد وبرزان حسين. أناقش هذا الملف مع ضيفي عثمان مسلم رئيس ممثلية المجلس الوطني الكردي في تركيا. أهلا بك سيد الكريم، وكذلك جيان عمر المتحدث باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا ضيفي برلين. أهلا بك سيد جيان، إن شاء الله بتسمعنا الآن سيد جيان. أبدأ معك أستاذ عثمان، نحن أمام تصعيد جديد، لكن هل تملكون غير ما قمتم به أمام البيادي من المناشدات؟ نحن في المجلس الوطني الكردي نحن نمثل القوى الجماهيرية الكبرى على الساحة الكردية في سوريا. نحن منذ اليوم الأول نضالنا نضال سياسي، وانخراطنا في الثورة كان وما زال بشكل سياسي، ونحن كنا إلى جانب الشعب السوري والثورة السورية منذ انطلاقتها المباركة، وسنستمر على هذا النهج مهما كلفنا من تضحيات. نعم. وأن حزب الاتحاد الديمقراطي منذ اليوم الأول للثورة خرجوا إلى الشوارع ولاحقوا النشطاء واعترضوا المظاهرات السلمية، واستخدموا بعد فترة وجيزة سلاحهم في وجه المتظاهرين أحيانا، وشكلوا في المناطق الكردية نوع من الممانعة للنشاطات السياسية المناهضة للنظام. فنحن في المجلس الوطني الكردي لدينا خيار الاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب السوري والثورة السورية مهما كلف الأمر، ولدينا من الإمكانيات لمواصلة ذلك. نعم. ماشي. بالمقابل أستاذ جيان عمر، هل وصل الأمر إلى أن تصفوا هذا الحزب بالإرهابي؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. في الحقيقة المجلس الوطني الكردي كان دقيقا في بيانه، وصف هذه السياسات والممارسات بالممارسات الإرهابية،
وهي أستاذ عامر يعني لا أعلم ما يعني تعريف الإرهاب هو تعريف هلامي طبعا، والقوائم الإرهابية هي قوائم أمريكية أوروبية كانت أو غيرها، هي قوائم مسيسة. ولكن لو أتينا إلى التعريف الموضوعي لمسألة الإرهاب، هو ترهيب الناس لإمرار مشاريع سياسية أو أهداف معينة. وما يقوم به حزب الاتحاد الديمقراطي حقيقة منذ استلامه لزمام الأمور في المناطق الكردية منذ العام 2013 إلى الآن هي ممارسات ترتقي إلى الممارسات الإرهابية. يقوم بترهيب الناس في بيوتهم، يقوم باعتقال قيادات المجلس الوطني الكردي في منتصف الليل، يهاجم بيوتهم ويقتحمها في جميع المدن التي يتواجد فيها. حتى النظام السوري لم يقم بهذه الممارسات، فكيف يمكن وصف هذه الممارسات عدا ذلك؟ يقوم طيب بمهاجمة الصحفيين، يقوم حتى قناتكم هناك ممنوعة. يعني هذه الممارسات هي ممارسات أي سلطة تريد أن ترهب المواطنين في تلك المناطق. ماشي أستاذ عثمان، بالمقابل أنتم لمن تشكون؟ لم أسمع سؤال. يعني أنتم الآن من تناشدون؟ نحن نعتمد على قوانا الذاتية وعلى جماهير شعبنا، ونحن جهة سياسية منظمة لدينا ثقلنا في المجتمع الكردي، ورغم ذلك نناشد جميع المنظمات الدولية وجميع الدول لديها من الإمكانية للضغط على هذا الحزب لوقف ممارساتها، كما ورد في تقريركم أو في بيان المجلس، ممارسات إرهابية بحق الناس، بحق النشطاء، بحق السياسيين، بحق قيادات المجلس الوطني الكردي. طيب أنتم من تناشدونهم؟ يعني بداية البرنامج كان الوصف ربما دقيق للحالة، أنتم تملكون الصوت بحرف الصاد وهم يملكون الصوت لكن بحرف السين. إذا أنت بتناشد الولايات المتحدة، ما هي اللي بتدعمهم على الأرض، ما فائدة هذه المناشدات أستاذ عثمان؟ نحن نناشد جميع المنظمات الدولية والولايات المتحدة الأمريكية وجميع أطراف الصراع في سوريا والدول الأوروبية، وللمجلس زيارات إلى أوروبا وإلى أمريكا، وإلى نناشد الأخوة في الكردستانيين في إقليم كردستان للضغط على هذه هذا التنظيم أو حزب الاتحاد الديمقراطي للكف عن هذه الممارسات الخطيرة اللي أدت إلى تقسيم المجتمع الكردي ومحاولة الأخذ بها إلى اتجاه آخر ضد إرادة الشعب الكردي. طيب لكن بالمقابل أستاذ جان عمر، حتى نكون واقعي، إذا بتناشد المنظمات الدولية ما حدا راح يرد عليك بصراحة، حتى نكون واقعيين أكثر. لكن بتتحدث لي أنه أنتم الآن هم يعتمدون على أنفسهم على الأرض، هذا غير واضع على الأرض حقيقة الآن، حتى لو كانوا هناك القوة بيد البيادة، أليس كذلك؟ البيادة تدعم أقوى دولتين بالعالم، روسيا وأمريكا. نعم، في الحقيقة أنا قلت في البداية أستاذ عامر أن الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو الدول الأجنبية لديها قوائمها الخاصة بها، وتضع فيها المنظمات الإرهابية أو التي تصنفها على أنها منظمات إرهابية، وتستخدم هذه المنظمات عند الضرورة. وهذا حصل في أفغانستان مع المجاهدين، وهذا يحصل أيضا مع حزب العمال الكردستاني وغيره. لذلك نحن لا نعول على الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها لوقف هذه الممارسات الإرهابية، لأنها بالنهاية تبحث عن مصالحها في تلك المناطق. واليوم حزب الاتحاد الديمقراطي يقدم خدمات جلية للولايات المتحدة الأمريكية، يوفر عليها دماء جيشها وعساكرها، وبالتالي نحن نناشد الشعوب الحرة، نناشد المنظمات حقوق الإنسان، نقوم بتوثيق هذه الانتهاكات، لأنه لا يوجد نظام حكم مجرم استمر إلى ما لا نهاية. هذه الملفات سوف تفتح عاجلا طيب. كان أم آجلا، تماما كما ملفات نظام الأسد أيضا سوف يأتي يوم ويتم تكون هناك عدالة انتقالية، ويتم محاسبة كل هؤلاء الذين تلطخت أيديهم بالدم وبالممارسات الإرهابية. طيب. أستاذ عثمان، هناك من يقول كل المشكلة بأنه ربما هناك الآن منطقة حكم ذاتي في الشمال السوري أو حكم إدارة ذاتية وتم استبعادكم لا أكثر من ذلك ولا أقل، فبالتالي جادت المناشدات حتى لا ينسوكم المجتمع الدولي من أي وجود في هذه المنطقة، فيما لو كان هناك مشروع بهذا الشكل، ماذا ترد على من يقول هكذا؟
يعني مشروع الفيادة حتى الآن غير واضح، ولا نعرف بالضبط يعني شكل هذا المشروع يعني. ونحن غير متفقين مع، ونحن منذ اليوم الأول يعني رفضنا مشروع هذا المشروع ما يسمى بفيدرالية الشمال المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي بعيدا عن إرادة الشعب السوري والثورة السورية. الحزب الاتحاد الديمقراطي لها أجندات وارتباطات مع حزب العمال الكردستاني، وحزب العمال الكردستاني بالتالي إلى ارتباطات ومصالح مع إيران والنظام، ونحن نقيم العملية كلها برمتها جهة معادية للثورة، وبالتالي تستغل وجودها العسكري في الاستفراد بالساحة الكردية في شمال سوريا لتنفيذ مخططات لا تعبر لا عن مصالح الشعب الكردي ولا عن مصالح الشعب السوري. طيب يعني أنتم مستبعدون أي مخططات في المستقبل حتى لو كانت هذه المخططات حتى اللحظة على الطاولة سيد عثمان؟ نحن موجودون ولدينا ثقة الجماهيري، ونحن نمثل الأغلبية الساحقة من الشعب الكردي سواء كان في الخارج أو حتى الآن في الداخل. ما يقدم عليه حزب الاتحاد الديمقراطي من ممارسة الإرهاب والاعتقال والتعسف والاستبداد بحق الناس أي دليل ضعفها ودليل خوفها من الجماهير. نعم، شكرا لك أستاذ عثمان مسلم رئيس ممثلية المجلس الوطني الكردي ضيفي في تركيا ضيفي من اسطنبول، وشكرا موصول لك أستاذ جيان عمر متحدث باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا ضيفي من برلين. شكرا لكم أيها الفاضل، معكم يوم الغد بذات التوقيت، فإلى حين دمتم بخير، سلام عليكم.